انتخابات أعضاء مجلس الأقاليم الدائرة الانتخابية القيروان تابعة للإقليم الثالث. بدينا الاقتراع الساعة 9:30 ممكن، كملنا الساعة 10:00، كملنا الفرز، كملنا كل شيء بحضور جميع أعضاء المجلس الجهوي 13، حضروا الكل، قاموا بالتصويت الكل، كملنا الفرز. أفرزت عملية الاقتراع على فوز السيد الهادي مبروكي بتمثيل ولاية القيروان في المجلس الإقليمي الثالث. إن شاء الله نهار اليوم نص نهار ونص تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ندوة صحفية نص نهار ونص على ترتيب مجالس الأقاليم الكل. بعد الإعلان عن النتائج تفتح معناها التاريخ بتاع الطرق. حاضرين الناخب بالنسبه للحاضرين 13 هم الطعون هي في النتائج بالنسبه للمترشحين هم اللي نجموا. الحياة FM الإذاعة الأولى للصحة في تونس. الحياة FM.